بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا للايمج سويتشر، بنقلب بنجيب الايه الصور اللي عليها الدور. عايز ازود حاجه بس بسيطه، الانيميشن يوتيليتي، عشان نعمل انيميشن ونعمل لود للانيميشن، نعمل لود للانيميشن وازاي الانيميشن يوتيليتي نستخدمها. فهروح على الاكتيفيتي بتاعت الايمجز، قلت له طبعا اللينير لاي اوت خليها ماتش بيرنت والهايت خليها ماتش بيرنت عشان بس اللاي اوت بتاعي يوسع. ورحت على قبل النكست بتن، خد بالك بالكود قبل النكست بتن، قلت له ايه الايمج سويتشر. لما قلت انا كنت عملت له الشغل الاساسي بتاعه، انا عايز اعمل شويه حاجات ثانيه تخص الانيميشن بتاعته. طيب كنا معانا سيت ريسورسز، فانا اقول له ان انيميشن واختار من انيميشن، خلاص انيميشن دوت او الانيميشن يوتيليتي اللي هي الحاجات المساعده اللي خاصه بالانيميشن. فهنادي على انيميشن يوتيليتي وابعت لها الاول. هو عايز طبعا اول حاجه عايز الكونتكست، بعت له this، وبعد كده هبعت له android.r.drawable.animation الانيميشن الاساسي. وهندعم على انيميشن من الانيميشنز الجاهزه الاساسيه زي فيد ان لو بيطلع بره، فيد اوت، سلايد ان، سلايد اوت، سايد ليفت، سايد لايت، سلايد رايت. جرب انت يعني انت هتجرب طبعا مجموعه من الانيميشنز المختلفه، فانت قلب في الثوابت الاساسيه دي. هو بس في عندي تايب ميس ماتش، في غلطه في الاسم. طيب انيميشن انيميشن يوتيليتي دوت لود انيميشن، ماشي انيميشن يوتيليتي دوت لود انيميشن، واديته الايه الانيميشن وجربنا ايه، بعت له ذس الكونتكست وبعت له اندرويد دوت ار دوت انيميشن دوت، واخترت نوع من انواع الانيميشنز اللي هو زي الفيد. طبعا ممكن نستخدم حاجه غير كده يعني. فقلت له ماشي، ده الان تمام، ده الان انيميشن يعني في الدخول. في الخروج في الاوت انا ممكن وهي بتمشي اعمل انذر انيميشن خلاص لو انا عايز. فمثلا هعمل فيد اوت مثلا، يبقى هو بيخش بيطلع بيظهر كده يعني بيعلى في الظهور وهو خارج بيقل في الظهور مثلا. ده يعني انت جرب بقى وشوف الانيميشنز المختلفه الثانيه. فهعمل كده ري ران وهقول له روح على الايمجز وهقول بقى نيكست. خد بالك بقى فاير بيز بتختفي، الجافا بتعلى، اللي بعديه بيختفي ده بيظهر، انت واخد بالك؟ فبيحصل ايه؟ انيميشن في الحركه يبقى شكلها شيك شويه. طبعا لو انت عايز تغير ممكن نقول له انيميشن دوت مثلا، هات حاجه ثانيه اجربها لكم مثلا، سلايد ان ليفت وسلايد ان رايت وخلاص، يعني سلايد وهو داخل وهو خارج من الناحيه الثانيه، ونجرب شكل التو انيميشنز ونشوف شكلهم. طبعا قال لي يعني نتفرج على الانيميشنز، المهم عرفنا نستخدمها ازاي. طبعا تلاحظ ده بيروح كده وده بيجي التاني كده بشكل كده، ايه في برضه فيدنج شكله كويس. وده كان الايه الانيميشن مع الايمج سويتشر. والسلام عليكم.